يعني مو طيب. في فكرة ثانية كمان اليوم، في افتراضات جالسة تصير على بالنسبة لتتويج الهلال، ليس فقط في 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 جدة، بل من الممكن في رأي آخر أن تلعب المباراة في أي ملعب متاح. الطائي التتويج يكون في المملكة أرينا، يعني بمعنى أنه في فقرة للتتويج تقدم المباراة إلى الساعة مثلا السادسة على سبيل المثال. ما أدري المباراة، أنا ما شيك تتوقع الساعة 9 المباراة، 9 المباراة تقدم مباراة للساعة السادسة، تلعب هذه صعبة عبد الرحمن، تلعب مثلا في الملز أو في نادي الشباب بعدين يروحون التتويج في المملكة أرينا، صعبة يكون مرة. يكون زي الكرنفال هناك احتفالية، والله صعبة مرة. حتى موضوع الجمهور اللي حاضر والتوقيت موحد لجميع المباريات، فهذه صعبة ما راح تكون، لا لا صعبة جدا متاحة عموما. الى شوف يقول. عموما عبد الرحمن انا حسب شوف عبد الرحمن حسب علمي انه بكره الظهر تقريبا تتضح الامور وتتحدد بشكل كامل. شوف انا يعني برضو خلينا نقول معلومات اول بعدين نقول الراي. يعني حسب المعلومات اللي يعني اليوم وصلتني بانه نعم في طلب وصل من ممثل الاتحاد السعودي لإدارة نادي الشباب بلعب المباراة على ملعب الشباب، وأعتقد حتى كان الطلب يعني ما كان واضح جدا إذا كانت فقط تلعب المباراة أو المباراة ومن بعدها التتويج، وأعتقد أنه كان الرد هو الاعتذار من إدارة الشباب وأيضا باتفاق مع الأعضاء الذهبيين بحكم انشغال الملعب في فعاليات أخرى في نفس التوقيت. هذا معلومة طبعا هي بالأخير هي منشأة حكومية، أعتقد أنه إذا كانت اليوم إذا كان يرى الاتحاد السعودي يعني يعني خلينا نقول ما وجد ملعب مناسب إلا ملعب نادي الشباب، أعتقد أنه لابد أنه يعني يخاطب الشباب بشكل رسمي بخطاب رسمي يطلب من خلاله استخدام أرضية الملعب لتتويج فريق آخر فيه. وقت يعني كل الهلاليين فرحوا بملعبهم الجديد اللي يعتبر يعني نقلة نوعية في الملاعب، أيضا حتى على مستوى أرضية الملعب الغير جاهزة، أعتقد أنه كانت في بدايات الترويج للملعب هي عملية كيفية المحافظة على أرضية الملعب وما إلى ذلك، وأعتقد كان في آلية معينة ويعني بس انك تسوي محفل كبير بصراحه اللي صار قبل فتره للحفاظ على الارضيه، هذا اللي انا اقصده. يعني صعب حتى تحافظ يعني بسام، لكن اليوم اذا جيت تتكلم على المعلومه، لان الحين دخلت الراي، لا خليني اقول راي انا ما قلت، لا خليني اتكلم على المعلومه الحين. اي اتكلم على المعلومه بعدين بعطيك وجهه نظرك في الموضوع. المعلومه اليوم انه حسب معلوماتك ومصادرك انه تقول انه كان في اتصال هاتفي، في تواصل على سبيل المثال، اي تواصل يعني من طيب ماذا ممثل الاتحاد تواصل بشكل كامل، ممثل الاتحاد ولا الوزاره؟ الاتحاد السعودي او الوزاره، او من الوزاره لانها هي اللي تبع المنشآت، نقول من الوزاره، ما هو الاتحاد السعودي من الجهه المعنيه، من الجهه المعنيه بشكل عام، يعني على اساس انه عشان بسام بعد يطلع من الحرج، من الجهه المعنيه، لان احيانا المعلومه ما تقدر تقولها بشكل مفصل، ولكن حسب اللي قاعد يقوله بسام انا اقول مثل ما وصلتني، يعني مثل ما وصلتني بتفاصيلها، اتصال الجهه المعنيه لنادي الشباب وطرحت هذا المقترح، إدارة نادي الشباب اعتذرت عن هذا الأمر. صحيح. بسبب انشغال الملعب في أمور أخرى. وفي حال وأصرت إدارة نادي الشباب في حال أنه هناك رغبة شديدة بأن تكون المباراة على الملعب، إرسال خطاب رسمي وبعد ذلك سيتم الرد بشكل رسمي على هذا مقترح الخطاب. هذا مقترح من عندك أنت؟ مقترح من عندي، إذا كانت هي ترغب فعلا يعني أنا أعتقد الاتصالات يعني ما هي كافية.